هذه الموتور كليو سموه احنا كليو سامبول او سموه 1.2 يعني 1.2. باش نوريكم كيفاش نحوا الفلتر بسهوله، ما فيه حتى شيء فلتر، هو فيه كعبه كولي هنا، هذا هو حلهم. وهنا عندنا هذه بلفة التبخير نحو، وعندنا هنا بلفة التبخير تاع علبة السرعة هذه كيف كيف نحو، ونهزو هنا بقوة بعد الجوز هذا كيف كيف الجوز أنا راكب فيه قياس الزيت، هذه زادة نتاع ننزل عليها من هنا ونجدوها. نحن حتى ما غادي نمشي نحو هذا يدري ثاني من مكان، لكن هزوا الفلتري يعني طبعا قوى عليه شوي ينزل عليه. أيوة وجد غد ممشي غد سهل، ما فيش شيء سهل بكل سهولة.